بعد قصف اليابان ميناء بيرل هاربر الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت الحكومة الأمريكية تنظر إلى أي ياباني وكأنه جاسوس محتمل، وهذا ما أدى إلى عزل واعتقال أكثر من 100,000 شخص، تصرف دمر حياة أجيال من اليابانيين وأضر بسمعة الأسيويين بشكل عام. وكل هذا كان مبنياً على خطأ منطقي في التفكير أنا وأنت نمارسه طوال الوقت. مغالطة التعميم المتسرع عندما نصدر حكماً عاماً بناءً على أدلة ضعيفة أو غير كافية، نقفز نحو استنتاجات قد تكون صحيحة في بعض الحالات، إلا أن تجربة محدودة لا تعني إصدار قاعدة مطلقة. يعني مثلاً والدي يدخن السجائر منذ 20 عاماً ولا يعاني من مشاكل صحية، إذن فالسجائر ليست مضرة بالصحة. الجيش الياباني يعادينا في الحرب، علينا اعتقال جميع اليابانيين. قناعة كبيرة عندي إنه الستات ما بتعرفش تسوق. أنا أي ست بتسوق بمشي بعيد عنها. التعميم في الأصل قدرة عقلية ضرورية، لأن أدمغتنا بحاجة لاستخدام الخبرات السابقة للتعامل مع التجارب الجديدة. عقولنا تسجل أن هذا قط، حيوان أليف له صوت وشكل مميز، ثم تعمم هذه الصفات على بقية القطط على اختلافها. نفس المبدأ نستخدمه في اللغة والرياضيات والفيزياء. قلة التعميم تعني أننا لا نتعلم من تجاربنا السابقة، لكن الإفراط في التعميم قد يسبب حالة سلبية تجعلنا نتجنب احتمالات حميدة أو نعادي أشخاصاً دون داع. أبي ضبطية قضائية تصيد الوافدين اللي يقطون الوسخ في الحدائق. أبي عقوبات فورية على الوافدين. الكويتي ما يوسخ ديرته. أحياناً نبتكر التعميمات لتكون دليلاً على آرائنا أو لأننا بحاجة لفهم العالم من حولنا وتفسير مشاعرنا تجاه الآخرين. مثلاً عندما تراودنا أسئلة من قبيل لماذا بعض الشعوب أغنى من غيرها؟ لماذا لا نرى الكثير من النساء في بعض المجالات العلمية؟ هنا تظهر إجابة سهلة تتجسد فيما يسمى بالقوالب النمطية، فنرد مثلاً لأن هذا الشعب كسول، ولا بد أن النساء أقل ذكاءً من الرجال. محيطنا ووسائل الإعلام يعززان أحياناً هذه القوالب لدينا، وهكذا تولد ظواهر كالعنصرية والطبقية والتعصب. ما بطلب بدليفري من بعد ما صار عنا نازحين كتير واحتلوا الوظائف، أنا بقرف. اللبناني كتير نظيف، الغريب ما بعرف إذا نظيف أو مش نظيف. يسهل الوقوع في هذا النوع من المغالطات التي قد تبدو واضحة نظرياً، لذا يجب أن نلزم أنفسنا بمعايير أفضل قبل أن ندخل جدالاً أو نطلق أحكاماً. كيف ذلك؟ يمكننا رصد التعميم المتسرع عندما نسمع كلمات مثل دائماً أو جميع من، لذا من الأفضل أن نستعمل بدلاً منها أحياناً أو بعض الأشخاص. وسائل الإعلام تذكر عادةً مصادر الدراسات، والمصدر نفسه ينشر استراتيجيته في البحث، لذا يمكننا التأكد بأنفسنا. عندما لا نحترس من التعميم المتسرع فنحن نجازف بنشر التمييز أو نقل معلومة خاطئة، وكلما كنا أفضل في اكتشاف المغالطة نجحنا في تعويضها بتفكير منطقي وزدنا احتمالات وصولنا إلى حكم سليم وحجة قوية. شاركونا في التعليقات أمثلة ومواقف واجهتموها حول التعميم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.